بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان حياة الشكر. ساعات الواحد يقول يعني إزاي بيقولوا يصلوا على طول، هيقولوا إيه؟ ده الواحد لو قاعد يفكر في كل الطلبات اللي عاوز يطلبها تخلص في 10 دقايق. إنما هيكمل كلامه مع ربنا في إيه؟ والجماعة اللي في السماء اللي هم عايشين صلوا بلا انقطاع دي بتلقائية، يعني احنا صلوا بلا انقطاع عندنا دلوقتي، دي وصية بنجهز فيه، عاوزين مخنا ما يطلعش بره ربنا كتير، عاوزين قلبنا ما يبعدش عنه على قد ما نقدر. انما دي في السماء تلقائية مش وصية، يعني ايه؟ من غير اي مجهود هم في حالة صلاة دائمة، لانه مش قادرين ينزلوا عينيهم من على المسيح الحلو والملائكة والقديسين والجو كله فرايحي وجميل وسلم. طب بيعملوا ايه في السماء؟ بيصلوا على طول ازاي؟ هم بيصلوا على طول بالكلمة دي او بالمعنى ده او بالاحساس ده. حياة الشكر هي مقدمة لدخول السماء. فالانسان اللي دخل في حتة احساس بالشكر والاحساس ده بيزيد يوم بعد يوم جواه، ده معناه انه داخل على السماء. حياة الشكر هي تعبير عن فرح الانسان بربنا او عن ثقة الله في ربنا. وعشان كده هتلاقوا ايات كتيرة قوي بتحثنا على الشكر. واقول لكم حاجة، يعني خلونا نعترف ان احنا مقصرين جدا في شكر ربنا، لانه في حاجات كتيرة بنفترض انها طبيعية. يعني انت صحيت الصبح عادي؟ لا مش عادي. كان ممكن ما تصحاش. لقيت الشمس طالعة عادي؟ لا كان ممكن ما تطلعش. لقيت البلد ما خربتش عادي؟ لا مش عادي، كان ممكن تخرب. امي ازاي؟ لقيت اللي حواليك اللي بتحبهم كلهم موجودين بصحة وبخير عادي؟ لا مش عادي، دي عطية من ربنا. فما نعتبر أمور عادية هي الحقيقة عطايا، عطايا مستمرة، بس الواحد اعتبرها حق طبيعي. زي لسه ما كنا بنتكلم عن الغلبان اللي في الأول يجي يستعطفك ويقول لك بس اعمل لي شهرية، أنا غلبان وظروفي وحالي وبتاع، تقوم تعمل له شهرية 50 جنيه ولا 100 جنيه، يجي بعد 6 أشهر فين فلوسي؟ فلوسك وانت فاكره حق؟ هذا اللي احنا بنعمله مع ربنا. يبقى الواحد كل حاجة في حياته عطية من الله، لكن بعد شوية يعتبرها حقه. فطبعا بدل ما يشكر ربنا طول الوقت بقى ممكن يتخانق مع ربنا لو قصر في واحدة من العطايا. طب وهي دي حقك؟ ده كلها عطايا، كلها إكراميات، وانت عملت حاجة عشان الشمس تطلع ولا عشان تاخد نفسك حتى؟ مش كل ده من ايد ربنا؟ عشان كده اللي فاهم صح، في تعبير في دانيال 12 يقول الفاهمون يضيئون كضياء الجلد في السماء. يعني الناس اللي فهمت صح هينوروا في السماء الى ظهر الدار، واللي فاهمين دول قليلين اوي على فكرة. اللي فهمها صح يقضيها شكر صبح وليل. ليه؟ لأنه ماذا أرد للرب عن كل إحساناته؟ إذا كان مغرقني صبح وليل من غير ما نلحق أطلب منه حاجة، وإذا كان في أمور كتيرة قوي غالية قوي أنا ما فكرتش فيها قبل كده طلعت أنه بيبعتها ويوفرها من قبل ما أطلبها، يبقى فعلا يستاهل الشكر ويستاهل الحمد طول الوقت. كل ما الإنسان فينا ينمو في الشكر كل ما حياته تاخد طابع مختلف خالص، لأن الشكر يدي طعم للحياة جميل. الشاكر دايما إنسان راضي وإنسان مستمتع بكل شيء. في أطفال كده تلاقيهم بطبعهم يعني يقبل الهدية ويفرح، وفي طفل ما بيعجبوش العجب. لا احنا عاوزين نبقى من نوع الأطفال اللي يفرحوا بكل حاجة. فالإنسان الشاكر ده إنسان سعيد وفرحان على طول، ويقدر يقضي الأيام على الأرض بأجمل أيام، وطبعا داخل السماء ما
من أوسع أبوابها، لأنه فضيلة الشكر تدخل السماء لوحدها. افتكروا المعنى ده، فضيلة الشكر لوحدها تدخل السماء. يعني لو ما عملتش ولا حاجة عدلة في حياتك، بس انت الاتيتيود بتاعك، موقفك دايما من ربنا، كتر خيرك يا رب توصل السماء. واقول لكم ليه في السكة، تعالوا ناخد كام كده موقف وكام آية تدعم فكرة حياة الشكر. ربنا يسوع وقف قدام قبر العازر، وكان موقف صعب لأنه العازر ده صديقه وتلميذه وقريب لقلبه قوي، والبنات بيعاتبوا المسيح انه ما جاش يلحقه قبل ما يموت، لو كنت ها هنا لم يمت اخي. مرثا ومريم قال لهم حطتوه فين؟ راح هناك، افتكروا هيعيط عليه زي الناس، ففاجئهم وقال لهم ارفعوا الحجر. ما بلاش بقى، هتبقى الحكاية مؤثرة قوي ومتعبة للأعصاب. رفعوا الحجر، طبعا العياد زاد، الانفعالات زادت طبعا، انما فاجئهم المسيح هيصلي. يقول ايه اول ما يصلي؟ اشكرك ايها الاب. كم موقف غريب اوي، بتشكر عشان مات، ولا بتشكر عشان البنات تعبانين، ولا بتشكر عشان قد انتن، ولا بتشكر على ايه؟ بس لان ربنا يسوع له المجد دائم الشكر، لان المسيح هو الانسان الكامل في نظرنا، اللي بيورينا ايقونه الحياه المثاليه. حتى في اللحظه دي بيشكر عادي. اشكرك لانك سمعت لي. سمع لك في ايه؟ انت كنت بتطلب ان العذر يموت، سمع لك في ايه؟ ما يمكن انت صليت اشفيه، طب ما هو يبقى ما سمعش. لا، سمع، بدليل انا علمت انك في كل حين تسمع لي. انت برضو سمعت لي. غريب الكلام، سمع لك ازاي والعازر مات؟ لانك في كل حين تسمع لي، انت دايما سمع لي وبتعمل احلى حاجة. ولكن لاجل هذا الجمع، عشان خاطرهم، هطلب طلب تاني. بيكلم الاب بدالة طبعا، عشان يورينا ازاي الواحد ممكن يكلم ربنا. ايه رأيك بقى يقوم كمان؟ انت سمعت لي وخدته، وده كان مشيئتك، ودي فرحتك، ودي احسن حاجة لي وللحواليه. طيب انا هضيف حاجة تاني عشان يعرفوا انك دايما بتسمع لي، ليؤمن الجميع انك ارسلتني. هضيف اضافة تاني، يقوم دلوقتي مش بعدين. فالاب يقول له حاضر، اللي انت عاوزه، بدل قلت اشكرك في الاول، خلاص اللي انت عاوزه. عاوزه يقوم دلوقتي، يعيش له كام سنة وينام تاني، ماشي، كله ينفع. إذا ربنا يسوع له المجد، في أصعب المواقف يقول أشكرك يا رب، في أصعب المواقف، لأنه بيعلمنا مبدأ كده، عشان لما يقول أشكره في كل حين، الواحد يتقنها يفهمها، ويبقى متأكد أنه استجابة ربنا في عدم استجابته أحيانا، فتستاهل الشكر برضه، لأنه ما بيعملش غير الصح وغير الخير. اللي يقدر يتعلم دي لازم يوقف عقله شوي، لأنه اللي بيضعف الشكر عندنا حاجتين كبار، الطمع والعقلانية. لما الواحد يكون عاوز 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 ما يلحقش يشكر. ليه؟ لأنه أول ما يجيله حاجة يبص للي بعدها تجيله، يبص للي بعدها تجيله، يبص للي بعدها. يا أخي اشكر على اللي جه الأول. طب ما تبص ورا شوية، شوف الخير اللي عندك. كان لسه عندي واحد شادد مع مراته، وانا طبعا دول ولادي من كذا سنة، فمن قبل ما يتجوز كان يا عيني عايش حياة هيام وغرام، ونفسه يتجوزها ويصلي لي يا ابونا ومش هترضى بيا وبعد الجواز بتلات اربع سنين جايين متخانقين. فايه، انا معرفش ايه اللي خلاني اقول له، هو انت ناسي لما كنت بتجيلي وشايف الموضوع حلم بعيد قوي، ولو ربنا رضي عليك بس واداها لك زوجة، مش هتطلب حاجة تاني في الدنيا ابدا. ايه اللي انت فيه دلوقتي ده؟ يبقى معناها ان انت قليل الشكر. ما رضيتش اقول اكتر من كده، قليل الشكر. مش كنت تشكر ان ربنا اداك الزوجة اللي تمنتها، وعيال زي ما انت نفسك فيهم، شوية مشاكل فارغة من اللي بتحكيها دي،
تضيع منك سعادة انت تمنيتها وعايش فيها لكن مش مقدر. ليه؟ لأنك طماع، عينك راحت في حاجة تاني. طب ما تخليك في اللي عندك دلوقتي، ما انت مبسوط الحمد لله، كنت تتمنى اللي انت فيه في وقت. ليه نسيت ان ده كان أمنية وتحققت؟ ليه نسيت؟ ليه عينك لسه في حاجة قدام عاوزها مش عارف تعمل ايه في حتة طمع كده؟ او عقلانية، ان الواحد يعقل كل شيء ويحسبها بدماغه زيادة، فيدخل عنصر القلق والخوف اللي يطير الشكر. وقف دماغك شوي. عشان كده ربنا يسوع يقول: أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء اللي مشغلين الفهامة طول الوقت، أعلنتها للأطفال. الأطفال ما يفكروش كتير لكن يتمتعوا بحياتهم أكتر مننا. اللي عنده نفسية طفل يقدر يشكر بسهولة في كل وقت وينبسط بأقل حاجة، إنما الكبير اللي مخه شغال زيادة لا عارف ينبسط ولا عارف يشكر، ودايما باصص في حاجة مش عنده وتعب روحه. في أفسس 5 في آية جميلة أوي نفسي تحفظوها، هنقولها مع بعض فركزوا فيها. يقول: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. هشرحها وبعدين نقولها. شاكرين كل حين، زي بالظبط زي صلوا بلا انقطاع، يعني دي حطوا صلوا بلا انقطاع يساوي شاكرين كل حين، لانه دي بلا انقطاع ودي كل حين، يبقى على طول. فهتصلي على طول تقول ايه؟ اشكرك يا رب وخلاص، عشان تبقى بلا انقطاع وكل حين. طب ايه تفصيلاتها؟ على كل شيء، كل حاجة في الدنيا دي اشكر عليها لانها احسن حاجة ليك، لان قبل ما توصل لك ربنا راجعها 100 مرة. دي احسن حاجة لابني، دي احسن حاجة لابني. اتولدت مصري احسن حاجة ليك، اتولدت قبطي احسن حاجة ليك، اتولدت العيلة دي احسن حاجة ليك، مع الناس المتعبين دول احسن حاجة ليك. هي كده على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. يبقى انت هتحط اسم ربنا يسوع وتحط جنبها اشكرك. شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والأب. يعني ايه؟ بروح الابن، بنفسية ابن عنده عرفان كده، بيبص لابوه يقول له: كتر خيرك على كل اللي عملته وبتعمله معايا. يلا نقولها: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. كمان مرة: شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. في كولوسي 3، على فكرة بولس بيقول الكلام ده إن كان أفسس ولا كولوسي، الاتنين من السجن، يعني واحد جوه السجن لكن عايش الحاجات دي، مش بيقول وصية من ورا قلبه، ده بيقول مشاعره. فواضح إنه مش مستحيل إن الواحد يعرف يشكر إذا كان واحد مسجون وبيشكر. يقول: كل ما عملتم بقول أو فعل، يعني اللي هتقوله أو تعمله، فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. نفس المعنى بالظبط تقريبا. كل اللي تعملوه بقول أو فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. يبقى اسم ربنا طول الوقت، حياة الشكر مستمرة طول الوقت، إحساس الشكر على طول. لو عرفت تحتفظ بالوضع ده أنت تبقى أسعد واحد على الأرض. وهي دي التقوى المسيحية البسيطة. صدقوني ممكن ننزل الأرياف ونشوف ناس عايشين حياة بالظبط زي اللي كانوا عايشينها في الجليل وقت المسيح من 2000 سنة. ودايما اقول احنا اكتر ناس نقدر نستوعب امثال المسيح في بلادنا، لان ما فرقتش ال2000 سنة كتير معانا. فدي ايه؟ ما بعدناش كتير عن الكالتشر اللي كان فيه المسيح له المجد. تلاقوا ستات غلابة طيبين عندهم سذاجة وبساطة، لكن فعلا الكلام اللي احنا بنوعظه ده عايشينه من غير ما يفهموا. تلاقي في لسانهم: أشكرك يا رب، المجد ليك يا رب، كتر خيرك يا رب، مع كل نفس. وبعدين تلاقي العيشة إيه؟ مفيش حاجة ماشية، الأمراض كلها
ونص العيال اللي راح والمشاكل كلها والفقر كله والغلب كله، وما فيش غير كلمة أشكرك يا رب والوش المنور الحلو ده. ايه ده بقى؟ هو ده اللي قصده المسيح. ما هياش عجبة وما هياش مستحيلة، واحنا اللي عندنا اضعاف اضعاف اضعافهم، الحقيقة مش عارفين نقول اشكرك يا رب ربع اليوم مش كل اليوم. في تسالونيك الاولى 5 نفس المعنى بطريقة تالتة، عشان نشوفوا الحاح الوصايا على فكرة الشكر المستمر. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. وبرضو التلاتة لازقين في بعض. ليه؟ تشكر على طول، تصلي على طول، يعني تفرح على طول. ما هو دي هتجيب دي، لأن هذه العيشة كده، الحالة كده، الوضع ده، هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يعني بس ربنا يبص من السماء يلاقي واحد شاكر على طول، فرحان على طول، بيصلي على طول، يقول كده تمام تمام كده، ده اللي أنا عاوزه، مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. تشتغل فين، عايش في انهي بلد، فقير ولا غني، ظروفك ايه، ما تفرقش بقى، خلاص انت وصلت للمشيئة الإلهية وللوضع اللي المسيح له المجد عاوزه. الكلام شكله سهل، عمليا اول ما هنروح هيقف الشكر خالص طبعا، وايه، والبرطمة تشتغل والتذمر يشتغل. ليه بقى؟ لان الشكر يحتاج اولا الى ايمان، عشان يطلع من القلب صحيح ويطلع على طول يحتاج إلى إيمان. الإيمان معناه ببساطة أنا متأكد طول الوقت إن أنا اللي أنا فيه أحسن حاجة ليا. أقولها تاني، الإيمان معناه إن أنا عايش في أحسن حالة طول الوقت، وإن اللي عندي في ظروفي ده هو أفضل ما يمكن أن يكون عندي. عندي مرض، عندي عيال مطلعين عيني، عندي زوج ربنا يهديه، عندي مشاكل في بلدي، عندي ظروف مادية قاسية، اللي أنا فيه ده هو أفضل ما يمكن. هو ده الإيمان، الثقة إن ربنا ما بيجيبش غير أحسن حاجة تدخلني السما. لو انا الفكرة دي مسيطرة عليا خلاص، هقول ايه غير اشكرك يا رب. والحقيقة ده اللي قاله المسيح، ده وعد من ربنا، ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، المدعوون حسب قصده. يعني مش الحكاية مش ماشية عشوائي، ده له قصد في كل ما يحدث، له قصد، كل حاجة بتحصل مقصودة 100%، لانك مدعو ترث الملكوت معاه. فاذا كل حاجة يعني بلاند كده ومخططة بدقة شديدة، تبقى انت عايش مبسوط. اذا كان عندك ايمان وثقة زي كده، هيبقى ايه رد فعل غير كتر خيرك، اشكرك يا رب على كل حال. برضو في كورنثوس الثانية يقول بولس الرسول، اذ لنا روح الايمان. لو عندنا روح الايمان، يعني جوانا ايمان، الروح القدس ملينا بايمان، هنقول حسب المكتوب في المزمور يقول ايه، آمنت لذلك تكلمت. يعني انا بنطق عن ايماني اللي جوايا، اتكلم اقول ايه، اتكلم اقول اشكرك يا رب. يعني تكلمت هنا بمعنى سبحت او نطقت أو. فالواحد بيتكلم بما يحمله من ايمان. الشخص اللي بيبرطم معناه على طول ما فيش اي حاجة اسمها ايمان جوه، اللي بيشكي كتير، اللي بيتذمر كتير، اللي متغاظ على طول، لا لا، انت بتقول ايه يدل اللي في قلبك ايه، بكلامك تتبرر، بكلامك تدام. الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الشرير، من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. عشان كده كلامك هيتحسب عليك. ليه؟ مش ربنا بياخد بالكلام، لان كلامك بيقول اللي في قلبك. فلما يبقى كلامك كله اشكرك يا رب، يبقى قلبك عمران ايمان، تبقى مصدق فعلا ان كله ماشي صح. انما كلامك في كل حاجه الا الشكر، يبقى قلبك ما فيهوش ايمان خالص، ما فيهوش ريحه الايمان. المزمور يقول ارد ايه للرب على كل حسناته، يعني اعمل له ايه ولا ايه على اللي بيعمله لي ده. ده شعور الانسان اللي فاهمها صح، اللي حاسبها صح. كمان الشكر يحتاج الى حب.
عشان الواحد يشكر ويشكر من قلبه لازم يكون بيحب ربنا. كل ما تحب ربنا، كل ما تبص له بإعجاب كده وانت بتقول له أشكرك يا رب، يبقى الإيمان مع الحب يطلعه شكر. انت مصدق انه بيعمل أحسن حاجة وانت بتحبه. النهاردة لما يبقى واحد جايب لك كوباية مية وانت بتحبه بتشكره من قلبك، انما لو كان يعني موظف عندك يمكن ما تشكروش بنفس. الفرق ايه؟ فرق حب، هي نفس كوباية المية. فلما تكون بتحب ربنا هتبقى حاسس انه الهوا اللي بتتنفسه ده هدية من ربنا لانك بتحبه. الناس اللي بعتهم لك في حياتك دول هدية من ربنا، فتبقى بتشكره عليهم. الانسان التائب هو اكثر انسان يحب وهو اكثر انسان يشكر. 3 كلمات دول قريبين لبعض اوي. لما الواحد يتوب جامد بيحس قد ايه ربنا رحمته واسعه وحنين قوي، فيحبه قوي، فيبقى مش عارف يقول له غير اشكرك قوي. انا مستاهلش ابدا ان انا اكون بني ادم، وان انا اعرفك، وان انا اكلمك، وانك تسامحني، وان فعلى قد ما الانسان يتوب على قد ما تلاقوه يحب ربنا وتلاقوه يشكر كتير. انما انسان حياته كلها شر تلاقوا قلبه ناشف وتلاقوه متذمر ورافض ومش راضي ومش عاجبه حاجة. عشان كده التائبين هم أكثر من يسبحون أو يشكرون الله دائما. لما تقول في الأجبية أشكرك يا رب لأنك استمعت كل كلام فمي، في المزامير يعني سبحك أو أمجدك لأنك سمعت كل كلام فمي. واحد حاسس بدلع على ربنا، ربنا بيسمع له كل كلمة، كل طلب. الشكر كمان يحتاج إلى، أنا بقول لكم ليه مش بنشكر كتير، ما احنا مش عاوزين ناخدها تدريب ونطلع وما نعملوش. ده طلعت الحكاية إيه وراها حاجات كتير. يبقى لما الإيمان يزيد هتشكر، لما تحب ربنا أكتر هتشكر، التواضع يجعلك تشكر بسهولة جدا. لما الواحد يشوف نفسه كبير يا جماعة بيبقى مستني كتير، ولأنه مستني كتير مش عاجبه حاله. لما الواحد يكون في نظره قد كده هيشوف اللي جايله أكتر كتير من اللي يستاهله أو يحتاجه، وبالتالي هيبقى دايما عنده شكر. فلأننا منفوخين زيادة كلنا وشايفين نفسنا أكبر كتير من حجمنا، فبنبص نحس إنه أنا المفروض أخد مرتب أكتر، أنا المفروض ظروفي تبقى أحسن من كده، أنا، وبالتالي راح الشكر. التواضع يعني يجعل الشكر تلقائي. الإنسان المتواضع دائم الشكر، وتعرف المتواضع من كلمة أشكرك يا رب. كل ما يشكر كتير تعرف على طول إن هو متواضع. ده احنا حتى أقول لكم في علاقاتنا مع بعض، لما تيجي تسأل واحد سؤال وبعدين جاوبك وجاوبك بذمة تقوم تديله ظهرك وتتحرك. كانوا الشباب يعملوا كده، يقوم يرد عليك يقول لك ايه، طب العفو يعني طب قول مرسي، يعني قول اشكرك، يعني انت طلبته وسألته وخدت وقتك وردينا خلاص كده. يعني واحد يفتح شباك العربية ويسأل الشارع ده فين ومش عارف ايه، ويفضل يوصف له، يقوم يقفل الشباك ويروح. يا اخي الراجل ده يعني اجير عندك؟ ما هو الراجل وقف وكل. طبعا بعيدا عن التتويه والفتاوي ده موضوع تاني، بس انا اقصد ساعات بنفترض انه حقنا. يعني خليك متواضع، لانه لما تبقى متواضع هتبقى لسانك حلو مع الكل، واول واحد هيفرح بلسانك ربنا، لانك مع كل خطوة تقول له اشكرك يا رب انا مستاهلش اللي انا فيه. فالتواضع يجعل الشكر سهل جدا وتلقائي. وبدل مش بنشكر كفاية يبقى خلينا نعترف ان احنا كلنا مش متواضعين وشايفين نفسنا كبار. معلمنا بولس من اكتر الناس اللي كان حياتهم فيها شكر. لما تقروا الرسائل وتحللوها مفيش ولا رسالة ما فيها الشكر، مع ان تقريبا نص الرسائل فيها مشاكل وهموم كتير، لكن دايما يبدأ رسائله بالشكر
وجوه الرسالة تلاقي كمان شكره، وفي آخر الرسالة شكره. إحساس الشكر يظلل عليه، مع إن ده راجل في هموم ومشاكل ملهاش أول من آخر. لكن سر كده إيه؟ إنه كان عارف إنه ولا حاجة، يقول أنا ولا حاجة، أنا ما أنا، نعمة الله العاملة فيه، نعمته لم تكن باطلة، بل أنا تعبت، ولكن لا أنا اللي تعبت، بل نعمة الله التي معي. يعني دايما ينسب كل شيء لنعمة ربنا. فالتواضع الحقيقي مش تقول أنا وحش، التواضع الحقيقي إنك شايف إن كل حاجة حلوة نعمة من ربنا، كل حاجة حلوة في حياتك هي نعمة، الوحشة دي علينا إحنا، إنما الحلاوة دي كلها عليه تبعه. بنفس التواضع ده تلاقي نفسك شاكر وعندك رجاء، يقول القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد، أهو له المجد، دي شكر. احنا بنقولها عادة كرواتة لأن ما عندناش إحساس الشكر. تلاقوا أواخر كل الصلوات تتاكل أكل كده، يعني مش تتاكل من حلاوتها، لا تتبلع، يعني أقصد ما حدش بيركز فيه المجد قبل كده. يعني ليه؟ لأن ما فيهاش طلب، احنا عاوزين المفيد، احنا بنفكر كده يعني هاخد منها ايه دي؟ أشكره؟ لا. لكن هي الحقيقة دي اللي بتتقال بذمة عند الناس المتواضعين، ان يقول له لك المجد، مش عاوز منك حاجة غير اقول لك لك المجد على كل اللي بتعمله ده. فبولس وهو بيوعظ في افسس، من كتر احساسه بنعمة ربنا، قال له المجد في الكنيسة الى جميع اجيال ظهر الظاهرين. ربنا يسوع بيفرح بالشكر بالرغم انه لا يحتاج الى شكر. لكن في مثل العشر برس، في قصة العشر برس، شفاهم بكلمة، قال لهم امضوا واستشفوا، عندهم برس، وهم في السكة خفوا كلهم. رجع واحد بس من عشرة محترم، بس مش يهودي طبعا، افتكر انه حياته اتبدلت بالكلمة دي وانه مديون بعمره للمسيح، قام رجع تاني ركع تحت رجليه وقال له المجد ليك. فربنا يسوع له المجد، قال كلمة كده لينا كلنا: ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ده الواحد بيخجل لما يلاقي غير المسيحيين ساعات يشكروا أكتر مننا، مش حاجة تكسف. لا عندهم تجسد، ولا عندهم فداء وصليب، ولا عندهم عذرة زينا تشفع فينا، ولا عندهم أبدية جميلة موعودين بيها، ولا عندهم كنيسة حلوة، ولا وبعد كده يقولوا أشكرك أو الحمد لله. طب ده يعني مش حاجة تكسف. الشكر كمان في كل حين حسب تعليم المسيح له المجد، اشكره في كل شيء أو اشكره على كل شيء أو اشكره في كل شيء. ففي كل حين دي يعني ايه؟ تعالوا نحط لها تدريب عشان برضو ما تتوهش مننا، ما يبقاش معاني بس. ايه رأيك اول ما تفتح عينك الصبح قول اشكرك يا رب؟ صعب التدريب ده؟ عاوزين نفتكر، في ناس بتعلق يافط كده فوق السرير ولا حاجة. فاول ما تفتح عينك اشكرك يا رب، يمكن تفكرك ان ربنا هو اساس حياتك وانك مديون باليوم ده ليه، كان ممكن ما يديهولكش اليوم ده وبقية العمر طبعا. فابدأ يومك دايما بأشكرك يا رب. تروح بيتكم وخلاص هتحط آخر كلمة تقولها وانت على سريرك أشكرك يا رب. يبقى سهل أوي التدريب، أول ما تفتح عينك وقبل وانت بتغمض عينك. طبعا ده يخليك شوية شوية تزود فتوصل للي قاله داود: 7 مرات سبحتك. سبحتك يعني شكرتك، يعني مش ما كانش 7 مرات يفضل يطلب، لا هيطلب ايه ولا ايه؟ لا ده كان كل شوية يقول له اشكرك يا رب. فبعد شوية تملى الفراغات بين اول اليوم واخر اليوم، تيجي كل ساعة ترمي كلمة، كل موقف ترمي كلمة. توصل اكتر من كده ان شعور الشكر يغلبك، تصحى له مخصوص تقول اشكرك يا رب. شوف بقى دي درجة اعلى شوية، انك تصحى مخصوص عشان تقول له اشكرك يا رب. مثلا سبقت عيناي وقت السحر، يعني صحي قبل الشمس عشان ايه؟ لأتلو في جميع اقوالك، او في منتصف الليل اقوم لاحمدك. حبكت ما تستنى للصبح،
يعني هو الحمد مستعجل قوي، هو مستعجل يقول له اشكرك يا رب، في منتصف الليل اقوم لاحمدك على احكام برك. يبقى احنا طبعا مبتدئين خالص في الشكر، احنا بننسى. بقول لكم بتوصل مع الناس انه يصحى مخصوص مش عشان يطلب حاجة، بس عشان يقول له اشكرك يا رب. درجة اعلى كمان، الشكر في الضيقات. لما الانسان يستوعب تماما ان كل اللي بيحصل خير، وكل اللي بيحصل له هو بالذات احسن ما يمكن، والفكرة تغلبه بقى، ايمانه يستقر تماما، ويبقى بيحب ربنا قوي. تبصوا تلاقوا كل اللي يجيبه ربنا وبأصعب ما فيه، أول رد فعل أشكرك يا رب. ليه؟ الإيمان تقل والمحبة تقلت والتواضع استقر، فأصبح الإنسان بالذات في الضيقات رد الفعل بقى الأولاني والتلقائي أشكرك يا رب. ده اللي قاله بولس في رومية 5، ليس ذلك فقط بل نفتخر في الضيقات. نفتخر يعني نفرح ونهيص وننبسط، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية. تزكية يعني ريكومنديشن، يعني تزكية يعني هتخليك ريكومندد عند ربنا، يعني غالي عند ربنا، ليك كريدت عنده عالي لأنك صبران في التجربة. والتزكية رجاء كده، يبقى أنت داخل على السما بقى، والرجاء لا يخزى، يعني مش عشم في السما، ما تخافش، مش هيخزيك ويقول لك لا انت مش تبع، لان محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلى. نفتخر في الضيقات، يبقى لما تيجي ايام صعبة تبقى مش متضايق منها، تبقى قابلها بشكر، مش بس قابلها، بتشكر عليه. نفس المعنى اللي قاله بولس الرسول، من يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعني كل اللي بيحصل ده حلو، كله خير، كله نقول أشكرك يا رب عليه. زي ما قال في كل حين، قال على كل شيء. الفرق بين في وعلى، على تدي تفصيلات المواضيع اللي هتشكر عليها، في معناها تغطي الوقت كله، على بشكر على ايه، زي ما نقول مثلا صلاة الشكر، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا، هنا على إيه بتشكر؟ هديكوا شوية أمثلة على حاجات ساعات ننسى نشكر عليها. على الصحة، وحتى لو راحت الصحة تشكر على الصحة اللي كانت موجودة، وتشكر على المرض اللي جاي لأنه أكيد خير، يا هيدخلك السماء يا هيسويك شوية عشان تتوب، والحالتين أحسن من بعض. تشكر على البيت، ياما ناس ما عندهاش بيوت، ما عندهاش أسرة، ما عندهاش إخوات، ما عندهاش أولاد، ما عندهاش زواج، ما عندهاش آباء وأمهات، ياما ناس محرومة من البيت. اللي أنت مش عاجبك، ولا اللي أنت غضبان على اللي فيه، ولا في ناس ما عندهاش أساسا الكلام ده. على العمر، لأن في ناس مشيت أصغر منك، في ناس مشيت مهما كان اللي قاعدين دول، حتى في العشرينات كلهم طبعا، برضو في ناس أصغر منكم راحوا السما. إذا أنت مش أحسن من اللي مشوا، لكن ربنا مديك امتياز إنك عندك فرصة. على الغفران، أنت كونك عايش لغاية النهاردة، كل مرة تناولت فيها معناها إن ربنا سامحك على اللي فات كله، لأنه سمح لك تتناول. كل مرة بتتناول معناها اللي فات مات كله. الله، دي جميلة أوي. كل مرة بتقول أبانا الذي من قلبك اغفر لنا، خلاص بيغفر لك. ياه، دي شغلانة واسعة أوي. هو ده الحقيقة كده، بتشكر على إنه مسامحك، دي كبيرة. بتشكر على الكنيسة اللي فيها تعليم وفيها أسرار وفيها رعاية وفيها يعني تربية لأولادنا وفيها جو نظيف عن العالم وفيها وفيها. أنت بتشكر على كنيسة؟ يمكن لما الواحد يروح بلاد ما فيهاش كنايس يعرف قيمة الكنيسة. جالي خادم جميل كده، راجل كبير، قال لي عارف في ال20 يوم اللي حظر التجول أكتر حاجة حسيتها قيمة الكنيسة. قال لي كل اللي بيحصل ده كوم، إنما أكتر شعور غلبني أشكرك يا رب على الكنيسة، يا رب اجعلها مفتوحة على طول. لما وقفت الاجتماعات ولما
قال لي ده انا كنت حاسس اني هموت من الجوع. طيب ما هو احنا مش واخدين بالنا ان ده عز اللي احنا فيه، ان يبقى في كنيسة وفي تعليم وفي اجتماعات وفي صلاة ونحب بعض ونعيش عيلة كبيرة مع بعض، دي حاجة جميلة. بتشكر على الخدمة ان ربنا مديك فرصة تخدم الغلابة ولا تخدم ربنا بأي شكل؟ انت يمكن مش عارف قيمة اللي بتعمله، بكرة لما تلاقي في السماء ليك مكانة وليك رصيد على شوية التعب الكلام فاضي اللي بنعمله في الدنيا ده، تبقى مش عارف تقول له ايه يا رب، تقول له طب ده انا يعني كنت مش واخد بالي، ده كانت المفروض اديها خدمة صبح وليل لو الحكاية كده. لكن انت بتشكر ان ربنا قابل انك تشتغل عنده تشتغل معاه، ده انت تروح شركة بس اسمها كبير ما يقبلوكش تشتغل عنده. يا سيدي ربنا لامم وما عندوش مشاكل، واللي عاوز يشتغل معاه بيشتغل ما عندوش اي مشكلة. بتشكر على الانجيل، في يعني انت عاوز تسمع صوت ربنا، بتفتح الانجيل تسمع صوت ربنا. الانجيل ده ثروة ملهاش تمن، كل كلمة في الانجيل ممكن تغير في حياتك وممكن تديك سلام وممكن تدخلك السماء. كلمة الله الحية القادرة تخلصكم، يقول كده. حاسس بقيمة النعمة اللي فيها دي؟ بتشكر على المشاكل لأن المشاكل هتطلع منك أحسن حاجة في الآخر. بتشكر على التجارب، بتشكر حتى على الفشل لأن الفشل غالبا بيبقى بداية نجاح في إيد ربنا. بتشكر على إيه؟ يبقى بتشكر في كل شيء وعلى كل شيء. كمان أخيرا نقول إيه؟ كنيستنا من كتر حبها في معنى الشكر خلت عبادتنا الأساسية اسمها ذبيحة شكر اللي هي القداس. القداس في بساطته هو احتفال شكر. القداس في معناه البسيط المجرد هو ذبيحة تسبيح اللي بنقولها في شفاعة ولادة الإله، ذبيحة التسبيح. احنا واقفين صدقوني في ناس بتقف في القداس ما بتطلبش ولا حاجة. طب جايين ليه؟ جايين نقول له كتر خيرك، مستحق وعادل، مستحق الشكر، فلنشكر الرب مستحق، مستحق الشكر على كل عملته. فإذا احنا في عبادتنا الأساسية ولقائنا الأسبوعي أو اليومي على المذبح، لقائنا السماوي مع المسيح والملائكة هو أساسا لقاء للشكر. ده الطلبات دي اللي على الهامش اللي على الماشي، لان كده كده تحصيل حاصل. احنا عارفين انه ايه، هذه كلها تزاد لكم، مش ممكن هينسانا يعني. لكن دورنا الاساسي شكر، تبدا بشكر وتنتهي بشكر، اولها تسبحه واخرها تسبحه، كل القداسات كده. يقول في المزمور لك اذبح ذبيحه حمد، هي دي الافخارستيه. افخارستيه باليوناني يعني افخارستي شكر، نشكر توكيريو يعني للرب، فخريستي سومين توكيريو، تعالوا نشكر الرب. وباسم الرب أهتف أو أدعو، يعني أنا بشكر في اسمه. تلاحظوا دايما ارتباط الشكر باسم ربنا يسوع. وفي مزمور تاني يقول اذبح لله حمدا، يعني اذبح له الذبيحة بمود واتيتيود الحمد والشكر. واوفي علي نذورك، ماذا أرد للرب عن كل إحساناته لي؟ كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو، نفس الفكر. وأنا واقف مكسوف من كرمه بتناول وبقول له أشكرك يا رب. آدي حياتنا في الكنيسة. تعبيرات الشكر، واحد يقول طب ما هو الشكر يعني كلمة بقى، يعني كل ده عشان نفضل في الآخر نطلع بكلمة نعيدها طول اليوم؟ لا، الشكر له تعبيرات كتير. أول تعبير للشكر أشكرك، فاهم إزاي؟ أو بقى بدائلها المجد ليك، بحبك يا رب، كتر خيرك يا رب. مرة ست عجوزة كنا بنصلي معاها قالت له ربنا يخليك يا رب. أي تعبير حلو، أي تعبير فيه نوع من العرفان كويس، لأنه يحمل قيمة الشكر. الكلام مع ربنا كتير شكر بأي صيغة، لأنك أنت مركز معاه، فده نوع من الشكر انك بتحكي معاه كتير. الكلام عنه شكر، يبقى الكلام معاه شكر والكلام عنه شكر. لما الواحد يطلع يتكلم عن ربنا هو بيعملها
بإحساس إنه مديون لربنا، فعاوز يقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هذا شكر، لأني بقول له أنت طيب قوي، وأروح للناس أقول لهم تعالوا شوفوا ده طيب قوي، والاتنين شكر، الاتنين يقدرهم ربنا لأنهم طالبين من قلب شاكر. فلما تبقى في كل قعدة عاوز تحولها للكلام عن ربنا، ربنا يبصلك بحب كده وإعجاب، أيوة يا ابني أنت حاسس بيا، أنت بتحبني وبتشكرني لأنك في كل قعدة عاوز تتكلم عني. يبقى بيقدم الشكر بطريقة غير مباشرة. تعبيرات الشكر ممكن تبقى تعبيرات شخصية، يعني ايه؟ ساكبة الطيب اخترعت اختراع تعبير خاص بيها، لكن تعبير عجب المسيح جدا. هي عاوزة تقول له انا بحبك اوي، ومش بتاعة كلام، ومش هتقدر تتكلم في وجود الرجالة والرسل والكلام ده، فعملت جابت هدية، وهو ما مش بتاع طيب وحاجات من دي، لكن هي على قد تذكر حوشت وجابت ودلقتهم عشان تقول له اشكرك، مش عاوزه حاجه غير ان انا اشكرك، ما طلبتش ولا طلب، دي غير المراه الخاطيه اللي كانت دموعها سبقها. اذا الشكر ممكن يبقى هديه، الهديه دي بقى ايه؟ ساعات الناس البسطه في القرى يحوش ويجيب بخور للكنيسه ويبقى فرحان قوي انه يعني خد من اكل عياله عشان يجيب شويه بخور للكنيسه، فرحان بس عاملها شكر، هو مش عاوز حاجه. الخدمه شكر، كل اللي بيتعبوا في خدمة ربنا هو نوع من العرفان لربنا، فيروح ويجي ويزور ويتعب ويطلع وينزل ويشيل ويحط، كل ده عبارة عن ايه؟ شكر ربنا. التسبيح، التسبيح بقى اللي هي سيمفونيات الشكر بقى، كل قطعة تسبيح الهوسات والتراتيل والإبصاليات كل ده عبارة عن شكر. قبول الألم شكر، لما يجي وجع شديد وتحتمله من غير تذمر ده نوع من الشكر. تعبك في الصلاة وفي الصوم نوع من الشكر. كل الجهاد عبارة عن تعبير شكر، انك مستحمل وبتتعب عشان تقول له اشكرك. كل الكلام ده كان ايجابي، نختم بحتة صغيرة بس تحذير. زي ما قلنا امبارح اول موضوع خطورة عدم الصلاة، اختم بفكرة خطية عدم الشكر. لما يتقفل بقك عن كلمة أشكرك يا رب دي خطية. عارفين لما بنقول افتح فمي لأسبحك، نطقني يا رب، يعني الأفواه المغلقة زي الخرص. فلما مثلا الآباء القديسين تأملوا في قصة شفاء الأخرس الأعقد الأصم، لا كان يتكلم ولا كان يسمع، قالوا من هو هذا الأخرس الأعقد الأصم؟ إلا الذي لا يسمع كلمة الله ولا يسبح الله، ده أخرس، لأن كل الكلام التاني اللي بتقوله طول اليوم لا قيمة له. إذا ما كنتش أهم كلام ما قلتوش، أهم كلام هو أشكرك يا رب. فيبقى الواحد كل كلامه ملوش قيمة إذا ما كانش عارف يقول أكتر الكلام تسبيح وشكر لله. دي خطية إنك ما تشكرش، خطيه علينا ان الواحد ما يشكرش، لان المسيح قال الم يوجد غير هذا الغريب الجنس حتى يعطي المجد لله. لما تذمر الغني في السماء وقدام ابونا ابراهيم في مثل الغني والعازر، كان رد ابونا ابراهيم جميل قوي، قال له اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك. بعض الاباء قالوا حاجه غريبه قوي، قالوا عارفين الغني ده هلك ليه؟ لأن ما تقالش عليه ولا خطية، عشان خطيتين كبار ضمنيا موجودين، ما كانش بيشكر على الخير اللي عنده، وما خدمش الغلبان اللي على بابه. بس لو عمل دول ما كانش يبقى مصيره كده. قال له انت استوفيت خيراتك على الأرض، ما سمعناش منك مرة أشكرك يا رب. بينما لعازر استوفى البلايا، يعني بلوى ورا بلوى كانت في حياته، خد كل الغلبة في حديديته ولم يكف عن الشكر. عاوز ايه تاني؟ هو الآن يتعزى وأنت الآن تتعذب. إذا الواحد بقلة الشكر ممكن يهلك، ممكن يضيع لو ما كانش بيشكر.
معلمنا بولس في فيليبي 4 وهو جوه السجن بعتوله شوية عطايا في السجن، عيشوا حلاوة. شوفوا بقى التواضع بتاعه، قال لهم قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قال يعني قاعد في قصر في السجن بيقول ده انا عندي بزيادة، قد امتلأت. امتلأت ايه؟ إذ قبلت من الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. ويدعي لهم من قلبه على ايه ده كله؟ ده هما شوية غلابة بعتوا لك شوية عطايا عشان انت مسجون وظروفك ضيقة. بقى فرحان وبيشكر باهتمام شديد قوي، لأنه حاسس انه مش محتاج حاجة، فكل اللي بيجي ده بيفرحه. يختم ويقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. آمين.